بيتي جاف على كل حال هذا واه اجي الشيف هاك الشيف هاك كاع المستخدمين وكاع كل شيء من الصغير من البروكارتي الى الاكبر On est en contact permanent. La jemaa dialkoum rakoum mousslin fayet li qada fi el baladiya. Ma kaan jemaa w rahna nhedrou w ndiskou w rjouna bzaf tawfiya dialkoum rjouna bzaf qiraahat dialkoum hna ntbdou hadi yani hada w bdi yo ma khaou santaoun el bala hada. السلام عليكم ورحمة الله. هذه التفاتة متواضعة المجلس البلدي تاع الغزوات في الحقيقة كافة الفرق اللي راها في الميدان وفي الخطوط الأولى هذا كدعم معنوي دابور كدعم معنوي رجل لرجل رجال لرجال ونساء نساء ونص رجال ونص خواتاتنا كدعم معنوي كتشجيع كتشكر للتفاني العمل والشغل اللي تمسناه بالنسبه للغزوات ومبادره وهذه المبادره يعني شكر وتقدير للجهودات المجهودات اللي قمتم بها يعني راكم سموكم الجيش الابيض جيش فعلا جيش يعني يدرك في هذه الاونه وفي هذا الظرف العويص اللي مروا به ادركنا ان الطبيب او الممرض كل يعني عمال يعني هذا القطاع له اهميه الى يعني في هذا الظرف الطبيب عنده دور كما قال الله عز وجل ومن حيا فكان محيا الناس جميعا مشكورين وصلى الله تبارك وتعالى الله يقدركم والجهودات في ميزان حسناتكم الله يرفعنا الى هذا الوباء صلى الله تبارك وتعالى المجمع تعالى الله يجعله جمعا مبارك المرحومه واجعل تفرقنا من بعده تفرقا سالما من الشر معصومه ولا تجعل فينا شقينا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين وهذا العمل تاعكم الله يجعله في ميزان الحسنات الله يستر به العورات الله يرفع به الدرجات الله يحط عنا السيئات برحمتك يا ارحم الراحمين الله يرفع به الدرجات الله يحط عنا السيئات برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يعني والبلاد نتاعنا صلى الله تبارك وتعالى الله يجعل البلاد نتاعنا يرزقها الازدهار ويرزقها النمو ان شاء الله ونمشيو بعيد ان شاء الله شكرا على الالتفاته شكرا على اهتمامكم بهذه النخبه الطبيه والشبكه الطبيه والطاقم الطبي بالكامل ان شاء الله نكون متعاونين اليوم وغدوه وان شاء الله ندعو ربي سبحانه وتعالى انه يبعد عنا هذا الوباء ان شاء الله امين كوفيد 19 قامت مصالح بلدية الغزوات بالتنسيق مع مصالح الغابات وكافة أسلاك الأمن الوطني والدرك الوطني بمبادرة وهي تكريم عمال قطاع الصحة مستشفى معلم الحسن بالغزوات تقديرا وعرفانا لهؤلاء الأبطال.